متظاهرو التحرير يشيعون شهداء الأمس في ساحة التحرير، والكاظمي يوجه بالتحقيق لكشف الملابسات. استمرار للتظاهرات الشعبية المطالبة بتوفير الخدمات وتوجيهات بتجاوز أزمة الكهرباء. حزب الله ينفذ عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعة، وأنباء عن قتلى وجرحى. السادسة مساء بتوقيت بغداد، هذه نشرة مفصلة للأخبار من العراقية الإخبارية، أهلا بكم. شيع الشهداء الذين سقطوا في أحداث ليل أمس في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، وطلب المشيعون بالكشف عن منفذي الاعتداء على المتظاهرين في ساحتي التحرير والطيران وتقديم الجناة إلى العدالة. وأكد المتظاهرون استمرار حراكهم الشعبي المطالب بالإصلاح وتوفير الخدمات. هذا ووجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري بأحداث ساحة التحرير وسط بغداد. الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول أكد التنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقطاعات الموجودة لحماية المتظاهرين، كما طلب اللواء يحيى من المتظاهرين عدم الاقتراب من القوات الأمنية وممارسة حقهم في التظاهر والمطالبة بالحقوق، مبينا أن البعض هناك أراد أن يجر التظاهرات إلى أهداف أخرى غير المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور. إلى ذلك وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسخير جميع إمكانيات الدولة لتجاوز أزمة الكهرباء واتخاذ كل ما من شأنها يذلل العقبات. الكاظمي خلال ترأسه اجتماعا استثنائيا خصص لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة بحضور وزير الكهرباء، أكد أن الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة وسيعمل على إيجاد الحلول، مشيرا إلى أن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصل الكهرباء لهذا الوضع السيء. ووجه الكاظمي بالاهتمام الفوري بعمليات الصيانة للشبكة وعلى مستوى الأحياء السكنية وعبر خطوات استثنائية سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين. وفي الاحتجاجات الشعبية تظاهر عدد من المواطنين بالبصرة في شارع بغداد الرئيسي قرب منطقة الجزيزة احتجاجا على تراجع الكهرباء، فيما أحرق بعضهم إطارات على الشارع. وأشارت مصادر إلى أن قوات أمنية وصلت إلى موقع الاحتجاج، فيما أغلق المحتجون منزل محافظ واسط في قضاء الحي احتجاجا على تراجع الخدمات. وفي احتجاج على تراجع عدد ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية تظاهر العشرات من المواطنين في محافظة ذي قار، إذ أفاد مراسلنا بأن متظاهري الناصرية أغلقوا دائرة كهرباء شمال الناصرية احتجاج على سوء تجهيز الكهرباء، في خطوة تصعيدية للضغط على الحكومتين المحلية والاتحادية بهدف تحسين واقع الكهرباء في ذي قار. أما ديالى فقد شهدت تظاهر العشرات من أهالي دور مندلي في قضاء بلدروز احتجاج على تردي الخدمات. مراسل العراقية الإخبارية أكد أن المتظاهرين قطعوا طريق بلدروز بعقوبة قرب القضاء احتجاجا على تردي الخدمات، خصوصا استمرار انقطاع التيار الكهربائي والماء. كهرباء ماكو، خاصة قضاء بلدروز دور مندلي، خاصة هذا الشارع هذا ورا اللي ان شاء الله صوره وشوفه، لا خدمات ولا كهرباء. الاساس اول بلدروز، الاساس اول بالعراق العفو، المي.
يعني شنو قلبنا احنا؟ يجي العامل، يجي العامل من العمال، نجي احنا نجي للبيت نريد نسبح مي ما عندنا. زين؟ يعني شنو قلبنا احنا؟ ما اريد، والله شاد كل شيء ما اريد، بس اريد مي يوصل الدور من دني. هذا الملف نفتحه مع مراسل العراقية الإخبارية من ديالى الزميل شاكر الوندي، مرحبا بك شاكر. يعني ربما جديد على الصورة أن تكون ديالى ضمن قائمة المحافظات التي تشهد مظاهرات على تردي الخدمات، ما الوضع هناك وما هو أو ما هي صورة التظاهرات حاليا؟ طيب يبدو أن شاكر الوندي مراسل العراقية الإخبارية من بابل غير جاهز حتى الآن، ربما سنعود إليه لاحقا في سياق هذه النشرة. إذن في خطوة تصعيدية تظاهر العشرات من أهالي قضاء الهندية التابع لمحافظة كربلاء احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة. احتجاجا على تردي تجهيز الطاقة الكهربائية، تظاهر العشرات من أبناء قضاء الهندية وسط القضاء مطالبين بحلول عاجلة لمشكلة الكهرباء التي تتجدد كل صيف، خصوصا في هذه الأيام إذ وصلت درجات الحرارة لنصف درجة الغليان. مطالبنا نريد الكهرباء عمي، دمرونا بالله العظيم، وناس مستفادة ما جاء تطلع من حشى الطيبين المرضى والهذا، أغلبيتها مستفادة عمي، ما حد يطلع مظاهرة. دمرنا لا كهرباء، والله العظيم عندي 2 اطفال سنه بسنه الليل كلها هفينهم. عندنا بكربلاء 4 محطات توليد كهرباء، محطه الخرات تنتج 1600 ميجا تغذي كربلاء والنجف والحله، وكربلاء وتويريج ما بيها كهرباء، حايلين المسؤولين بس يطقطق صور وينشر. المتظاهرون عبوا استغرابهم من تذبذب تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطقهم بالرغم من قربهم من محطة الخيرات الغازية التي تعد من أكبر محطات إنتاج الطاقة في البلاد والتي تقع ضمن حدود قضاء الهندية. الخيرات عندنا أكبر محطة بقضاء طويرج، محطة الخيرات، وصار 4 أيام كهرباء ما عندنا. الله وكيلك ما نايم أنا 4 أيام والله كهرباء ما عندنا، يعني ظلم والقرآن ظلم، يعني ما ندري وين نروح، كهرباء يعني حاله لا ترثى لها. بالخيرات محطه شقتها وش كبرها؟ تطل لامها كلها بس لطويريج ما تطيها، لان احنا ساكتين، احنا ما عندنا حكايه وحده، كبير طويريج ما اريده، انا كبير نفسي، هاي العالم كباريات نفسها، عيب عليكم استحوا. وفي خطوة تصعيدية أقدم عدد من المتظاهرين على قطع جسري القضاء على نهر الفرات واللذين يربطان كربلاء بمحافظات الفرات الأوسط. تمتلك مدينة الهندية واحدة من أكبر محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، إلا أن أهل هذه المدينة يعانون الأمرين بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى نصف درجة الغليان. من قضاء الهندية شرقي محافظة كربلاء، حسين محمد، قناة العراقية الإخبارية. في كربلاء أيضا إذ تظاهرت مجموعة من خريج كلية الهندسة أمام مجلس المحافظة مطالبين بتوفير فرص عمل لهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة. عشرات المهندسين يواجهون 50 مئوية بالمظلات وهم يتشبثون بفرصهم بالحياة عبر المظاهرات، مطالبين المسؤولين أن يفوا بوعودهم لإيجاد درجات وظيفية في مصفى كربلاء ولو على سبيل التعاقد. هسه احنا مطلبنا بسيط، نريد عقود ما نريد تعيين، والعقود تمويلها ذاتي على الشركات الخاصة، الشركات النفطية. فاللي نتمناه من عندكم انه اول هسه هم مقابل مدى يقابلونا، يعني حتى مقابل ما يقبلون بينا، وجاي يشوف الناس كلها كتله، والله العظيم قمصاننا تغيرت الوانه. كتابنا صادر يوم 11 بسنه 2000 بشهر 11 سنه 2019 والرفع بشهر الثاني، صار لنا شهر ونص قاعدين بالصحراء بهذا بشهر تموز، ورغم الوضع الصحي المتردي للبلد احنا كتابنا صار له 7 أشهر بالوزاره، احنا طالبين على عقود بوزاره النفط بمصفى كربلاء اللي هو حقنا. بعد ان غربلتهم الصحراء باعتصام مفتوح امام المصفى، قرروا الانسحاب الى بوابه مبنى الاداره المحليه علهم يحظون بلقاء المحافظ، الا انهم لم يواجهوا سوى حر الصيف ليقدموا مطالبهم الى السماء، اما عن الرزق فالقسام رحمن. صار لنا شهر ونص، يعني هذا تموز كله احنا بالصحراء باب المصفى معتصمين، ولد وبنات مهندسين ومهندسات معتصمين بباب المصفى، فد وضعية تعبانة كلش، وضع صحي متردي، استجابة للمطالب واهمال من الجهات كلها وعود كاذبة،
لحد الان ماكو واحد وعد من البرلمانيين وصار او المحافظ وصار الوعد نفس ما قالوا وحكاه. اكثر من 50 يوما مضت على هؤلاء المهندسين وهم في صحراء كربلاء قرب المصفى يطالبون بتعيينهم، الا انهم قرروا المجيء الى المحافظه ولقاء المسؤولين رغم ان درجات الحراره تجاوزت 50 مئوية ولكن دون استجابه. حيدر الحاج، العراقي الاخباريه، كربلاء المقدسة. قال اللواء خالد المحنة الناطق باسم وزارة الداخلية أن العصابات الإرهابية في ديالى يوزعون عبوات ناسفة على شكل هدايا للمواطنين. هنالك عبوة على شكل هدية سلمت إلى أحد الأشخاص صاحب محل للحلاقة، وكان كل فترة يقدمون له هدية ويتصلون به بالتليفون ويبلغوه أنه وجود هدية، يفتح الهدية يعثر على مبلغ مالي أو جهاز موبايل وهكذا. لحين ما قدموا له هدية وذكروا له بالرسالة أنه راح تكون هاي آخر هدية، وفعلا من فتحها انفجرت عليه وتسببت بإصابات بليغة. لكن الجهاز الاستخبارات أبنائكم وإخوانكم تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين واعترفوا صراحة بالتهم المسندة إليهم وتم إحالتهم إلى المحاكم. ضمن فعاليات دعم ذوي الشهداء وتحت شعار شهداؤنا فخرنا، بادرت وزارة النفط بتكريم عائلات الشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي استذكارا لدورهم البطولي وما بذلوه من دماء في سبيل الوطن. تحت شعار شهداؤنا فخرنا قمنا اليوم بتكريم قائد جهاز مكافحة الإرهاب والقادة الإخوان القادة الميدانيين أيضا، بالإضافة إلى تكريم 304 عائلة شهيد من جهاز مكافحة الإرهاب. هدية بسيطة لا تقدر تساوي شيء أمام تضحيات الجسام والدماء اللي سالت على الأرض، بس هو للتذكير ولشحذ الهمم للآخرين أن يذكرون شهدائنا وكل المؤسسات والقطاعات، لأن حقيقة الشهيد بذل أقصى ما عنده. هذا أقل ما يمكن تقديمه لهذه النخبة من أبناء العراق، وبالتأكيد وزارة النفط مستمرة بفعالياتها بدعم قواتنا الأمنية والحشد الشعبي. مهما نقدم أكيد ما راح نوصل ولا نرتقي إلى مستوى عطاء الشهيد، ولكن بتقدير البسيط هذه الالتفاتة أنه تجمع الناس تذكرهم تكرمهم تحتفي بيهم، فأعتقد شيء جميل، ويا ريت أتمنى كل الوزارات وكل المؤسسات، لأنه إحنا وجودنا واستمرارنا بدماء الشهداء. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 96 وفاة و2553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 1927 حالة شفاء و96 حالة وفاة. وجاء في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا أنه تم فحص 17141 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم. أعلنت وزارة الصحة أن الموقف الوبائي هو من سيحدد رفع الحظر كليا من عدمه بعد عيد الأضحى المبارك. مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير أوضح لوكالة الأنباء العراقية أن استمرار دوام الموظفين بنسبة 25% أو زيادة نسبة الدوام إلى 50% يعتمد على الموقف الوبائي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية لتفادي مضاعفة أعداد الإصابات. أما مدير مستشفى الشيخ زايد معتز العبودي أكد إمكانية التعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها،
وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية إن جميع دول العالم وصلت إلى مرحلة التعايش مع كورونا وبدأت بممارسة حياتها بصورة طبيعية، منوها إلى أن أعداد الإصابات في الأيام الأخيرة بدأت تقل تدريجيا وذلك بسبب التزام المواطنين بتوصيات خلية الأزمة. وأشار إلى أن بعض مستشفيات الرصافة لديها أسرة شاغرة تتراوح بين 60 و70 سريرة. إلى جانب تنفيذهم الإجراءات الوقائية وتطبيق حظر التجوال، القوات الأمنية في محافظة بابل باتت عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت إصابات عديدة بالفيروس بين صفوفها، الأمر الذي خلق نقصا في عدد هذه القوات. قرابة 250 منتسب بين مصاب ومحجور، بالإضافة إلى من توفى، الأجهزة الأمنية في بابل تشهد نقصا في كوادرها المتواجدة في الشارع جراء الإصابة بفيروس كورونا. هناك إصابات كثيرة لمنتسبين وضباطنا تجاوزت 132 إصابة مؤكدة، وللأسف الشديد فارق الحياة 2 من زملائنا، أحدهم برتبة عميد والآخر مفوض، وكثير من أكثر من حالة يعني اشتباه، تجاوزت حالات الاشتباه، عندنا 80 حالة اشتباه بالنسبة للحجر المنزلي لضباطنا وموظفينا، وبالتالي حقيقة هذا الوباء أثر تأثير فاعل على القوة البشرية العاملة اللي تابعة للأجهزة الأمنية، و هناك نقص أصبح واضح في أجهزتنا اللي تعمل في الشارع بالوقت الحاضر. منتسبو الأجهزة الأمنية طلبوا المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية كي يجنبوا أنفسهم ورجال الأمن المتواجدين في الشارع خطر الإصابة، لا سيما وأنهم يؤدون مهاما فوق مهامهم من أجل تقديم الخدمة لأهالي المحافظة. صراحة لو هنالك التزام من كل المواطنين، أنا متأكد أخوانهم من القوات الأمنية والجيش الأبيض ما راح ينصابون، لأن هنالك يعني لا مبالاة، هنالك إهمال كبير من قبل المواطنين بعدم ارتداء الكمامة والكفوف المطاطية، وكذلك أنا كنت يعني أحد المصابين. طبعا الإصابات حدثت بسبب التجوال المستمر من قبل القوات الأمنية، كونهم كانوا إضافة إلى تقديم الجانب الأمني وتأمين الحماية كانت لديهم عدة نشاطات خاصة بتقديم الدعم اللوجستي. احنا أكثر عرضة لهذا المرض كوننا احنا ضمن الشارع، سيطرات ضمن التفتيش، ضمن تفتيش المناطق. رجل الأمن المتواجد في الشارع لا يعرف الذين يتعامل معهم سواء كانوا مصابين أم لا، لذلك يرى البعض أن حمايته مسؤولية الجميع من خلال الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية. من بابل، إيمان محمد، العراقية الأخبارية. بادرت هيئة الحشد الشعبي في البصرة بالتبرع للمؤسسات الصحية بالمستلزمات الطبية بعد أن شهدت نقصا في العلاج والأكسجين الطبي. نقص كبير في المستلزمات العلاجية لمرضى كورونا شهدتها مستشفيات البصرة مؤخرا، ومنها اسطوانة الغاز المخصصة لأجهزة الأكسجين. حاليا الأكسجين مؤمن، لكن عملية تأمين الأكسجين مستمرة، هي بحد ذاتها صعبة، لكن بصراحة جهود الكوادر الطبية والإدارية والخدمية والجهات الساندة الأخرى هي بصراحة هي جاي تساعدنا في هذا الموضوع. هيئة الحشد الشعبي فرع البصرة تبرعت بكميات من المستلزمات المخصصة لعلاج مرضى كورونا في المدينة، وتفقدت عددا من المراكز الصحية ومنها مستشفى البصرة الجمهوري ذو الإصابات الأكثر عددا. شكر وعرفان منا كحشد الشعبي وأبناء بصرة لما يقدمه الجيش الأبيض من إنجازات في هذه المعركة. الحشد الشعبي كما تعلمون باشر بعمليات التحفير والتعقيم منذ بداية الأزمة، وشاركت بها جميع ألوية الحشد الشعبي وبجهد واضح في تجهيز المستشفيات بالأكسجين، وهذه ليس منا كما قلنا، وإنما هي مساعدة ودعم لإخواننا في الكادر الصحي. كان الدور بصراحة المخفي لهم بدون يمكن إعلام، لكن احنا اليوم شهدنا مناسبة بتجهيزهم إلى أجهزة دفع الأكسجين الموجب إلى مستشفى البصرة التعليمي للعزل. وفيما وعدت هيئة الحشد الشعبي الجهات الصحية في البصرة بمواصلة الجهود الكافية لتجهيز المؤسسات الصحية بالمواد الطبية، إلا أن افتقار المستشفيات بالمدينة بحاجة لجهود حكومية. المستلزمات الطبية التي تبرعت بها هيئة الحشد الشعبي في البصرة جاءت منسجمة مع النقص الحاد الذي تشهده المراكز الصحية في المدينة،
من داخل مستشفى البصرة الجمهوري علي عبد العزيز العراقية الإخبارية. ارتفاع نسب الشفاء للمصابين بكورونا فضلا عن تزايد الأماكن المخصصة للحجر الصحي فسحت المجال أمام عودة بعض المشافي الحكومية لممارسة أعمالها الطبيعية باستقبال المرضى ولمختلف الحالات. تزايد أعداد الأماكن المخصصة للحجر الصحي في بغداد فسح المجال أمام باقي المستشفيات للعودة لممارسة عملها في اختصاصها بعيدة عن جائحة كورونا، وكان مستشفى الشيخ زايد أولى المستشفيات التي عملت بذلك. وزارة الصحة وكدائرة نقابة دائرة صحة بغداد الرصافة اتجهنا بهذا الاتجاه، وخير سبيل على ذلك مثال، يعني مثال على ذلك أنه اليوم مستشفى الشيخ زايد تم تفضيها وعودة إلى العمل الاستقبال المرضى اللي ليس هم الذين ليس من مرضى الكوفيد 19. ست قاعات مغلقة تسع أكثر من 400 سرير تم تأهيلها مؤخرا، وهي الأخرى مخصصة كموقع للحجر الصحي مقدمة من وزارة النفط إلى وزارة الصحة. تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتجهيز كافة المستلزمات الطبية لقاعات وزارة الرياضة والشباب لغرض استقبال المصابين. المبلغ الأسرة السعة 400 سرير، الدفعة الأولى الآن كملت، الوجبة الأولى كملت 210 سرير بواقعة 3 قاعات. عودة المستشفيات إلى العمل باختصاصها وتحديد أماكن لاستقبال المصابين بجائحة كورونا عوامل تسببت بانحسار الوباء وزيادة بنسبة المتشافين من وباء العصر. تخصيص مستشفيات خاصة للمصابين بجائحة كورونا وعودة باقي المستشفيات لعملها الطبيعي يكشف عن مدى سيطرة وزارة الصحة على الوباء وانحساره في العراق. سامر الشمري، العراقية الإخبارية، بغداد. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها حول العالم حاجز 16 مليون إصابة. أكثر من نصف هذه الإصابات سجلت في الولايات المتحدة ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، إذ تعد الولايات المتحدة أحد البلدان الأكثر تضرراً في العالم، حيث سجلت أكثر من 4,178,000، بينها 146,460 حالة وفاة. ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سوريا إلى 627 إصابة، وتتركز معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في دمشق وريفها، فضلا عن تسجيل حالات في حمص والسويداء واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة والقنيطرة. تسجيل إصابات جديدة أعلنتها وزارة الصحة السورية ليصل عددها إلى 19 إصابة، وبهذا يكون عدد الوفيات بالفيروس قد وصل إلى 36 حالة، بينما يكون العدد الإجمالي 627 إصابة. يمكن أن يكون هناك مواطنين حاملين لهذا الفيروس ولكن لا توجد لديهم أعراض إصابة، لذلك حتى لا يكون هناك انتشار لهذا الفيروس من هذا التجمعات الموجودة. شهدت سوريا في الأيام الأخيرة زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا، وذلك نتيجة لعودة السوريين من الخارج، لذلك قامت بإجراءات إيقاف الرحلات الجوية الخاصة لإعادة السوريين في ظل علاج العائدين في الآونة الأخيرة. وزارة الصحة السورية تتحدث عن استحالة تطبيق الحجر الصحي ووقف الحركة الاقتصادية لما سيحمله ذلك من آثار وخيمة على مجتمع يعاني الفقر بأغلبيته. وضعنا إجراءات احترازية سابقا وتم إغلاق لبعض المحافظات بين المحافظات نفسها، وسارت عملية جائحة فيروس كورونا في المرحلة السابقة بشكل جيد، وما زلنا نحن مستمرين على هذه الضوابط. الحديث ينصب حول ضرورة التزام المواطنين بالوقاية، وإلا فإن الوضع الوبائي سيتجه نحو الأسوأ. المشافي هي جاهزيتها بشكل كامل، ولكن عندما تزيد الحالات بشكل كبير سيكون هناك توزيع على المحافظات.
تبقى الكرة في ملعب المواطن السوري العاجز عن تأمين قوته اليومي، ناهيك عن مستلزمات الوقاية إلا ما ندر. فتح عينك الباصات لما تطلع عليها ما في عدد محدد للركاب، بالجامعة بالمحاضرات كنا عم نحضر ما في عدد يعني محدد، ما في تباعد، بقول لك حطي كمامة وتعقمي، بس هو بنفس الوقت يعني مثل قلتها صارت مع كل يعني كل هالأشياء السلبية ما رح تفيد. يترك الوضع الوبائي آثارا صامتة في شارع يكافح على كافة المستويات معيشيا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا، والجهات المعنية ترفع الحجر عن بعض المناطق، أما الخوف الأكبر فيكمن بأن يتحول صمت الجائحة إلى ضجيج بين ليلة وضحاها. يرتفع مستوى إصابات كورونا في الشارع السوري مع حديث حول إمكانية العودة للحجر الصحي. ترمى الكرة بملعب المواطن كالعادة في ظل وضع اقتصادي ومعيشي يحرمه حتى من شراء المعقمات والكمامات، ناهيك عن عدم قدرته على ترك العمل والمكوث في المنزل منعا من الإصابة. لقناة العراقية الأخبارية من دمشق، رني محمد. أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم واحد 900 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد. وشهدت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في البلاد حسب بيانات الجامعة انخفاضا بعد رصدها 65,490 إصابة جديدة بالوباء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 4 ملايين حالة، فضلا عن وفاة 146,463 شخصا. وبهذا أصبحت فلوريدا ثاني ولاية أمريكية بعد كاليفورنيا في قائمة أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت 423,855 إصابة مؤكدة بالفيروس، منها 5,854 وفاة. وتتصدر كاليفورنيا قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات بتسجيلها 445,837 وفاة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 216 شخصا وتسجيل 2,333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وذكرت الصحة الإيرانية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 15,700 شخص، فيما بلغ إجمالي المصابين بالفيروس 291,172 شخصا، مشيرة إلى أن 3,695 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة وهم يعالجون في غرف العناية المركزة. في كوريا الجنوبية سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر، إذ بلغ عدد المصابين الوافدين من خارج البلاد رقما قياسيا جديدا. وأعلنت البلاد عن 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من ضمنها 86 حالة لمصابين وافدين من الخارج، فيما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14,092 حالة وفقا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض الوقائية. أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5,480 إصابة و 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما تراجع طبعا ملموس مقارنة مع أرقام الجمعة والسبت. وسبق أن أشارت السلطات المكسيكية لأن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية. متابعة لملف ديالا والتظاهرات المنبثقة هناك في مطالبة لتحسين الواقع الخدمي، ينضم إلينا مراسل العراق الأخباري الزميل شاكر الوندي. مرحبا بك شاكر، يعني صف لنا حال التظاهرات الآن، ما هي أبرز مطالبات المتظاهرين؟
نعم زميلي، تحياتي لكم ولكل مشاهدي العراقية. طبعا اليوم كانت هناك تظاهرة سلمية في قضاء بلد روز بمحافظة ديالى. هذه التظاهرة السلمية طالب خلالها المتظاهرون المشاركون في التظاهرة بأنه انعدام الخدمات في بعض المناطق، لا سيما في منطقة دور مندلي في قضاء بلد روز. هذه المنطقة أو هذا الحي أكثر الأحياء في قضاء بلد روز كثافة سكانية. كان هناك كما أكدوا لنا المتظاهرون أثناء لقائنا بهم انعدام الخدمات من كهرباء ومن ماء ومن مجاري وحتى الطرق، وهذه الخدمات وانعدام الخدمات ليست وليدة اليوم كما قالوا لنا، بأن هذه الخدمات أو انعدام الخدمات هي منذ سنوات طويلة، أي بعد طيب 2004. واضح. نعم الشاكر، يعني دعني أركز على نقطة الأهم. نعم. هو ملف الكهرباء، ما الأقضية المتظاهرة في ديالى وما هو معدل ساعات التجهيز لديها؟ نعم زميلي، طبعا قضاء بلد روز فقط اليوم كان هناك تظاهرات من قبل المواطنين، وكان هناك كما أكدوا هناك جدول ساعتين بساعتين، لكن تذبذب الكهرباء أثر حتى على الأجهزة الكهربائية في البيوت، وإلى حرق أجهزة كهربائية ما يثقل من عبء المواطنين ساعتين بساعتين، لكن الساعتين التي تأتي خلال الكهرباء لا يستطيعون أن يستثمروا هاتين الساعتين للاستفادة منها بسبب التذبذب الكهرباء وتأثيره السلبي عليهم. وهذا ما أكدنا المشاركون في التظاهرات، وأيضا قلة مياه، ويعني هناك مواطنون أكدوا أن مشكلة انعدام المياه في هذه الأحياء خاصة في دور مندلي أكبر من مشكلة الكهرباء. ما هي مشكلة الماء؟ نعم. يعني لماذا استجد خلل بتجهيز الماء الصالح للاستهلاك في هذه المناطق؟ حسب ما أكد المشاركون في التظاهرات بأنه طالبوا الجهات المعنية بحل مشكلة الكهرباء، بحل مشكلة الماء والكهرباء لا سيما الماء في هذه المناطق. هناك كثافة سكانية في هذه الأحياء. طيب. والجو الصيف اللهب، هناك حاجة أكبر إلى كميات أكبر من هذه المياه، وهذه هي المشكلة هنا. أما في الفصول الأخرى في فصل الشتاء أو الربيع أو الخريف قد يكون أقل تأثيرا، لكن كما قلت هناك مطالب من قبل هؤلاء المواطنين ليس إلى محافظة ديالى فحسب، بل إلى مجلس رئاسة الوزراء وجهت واضح الشاكر. الآن هذه التظاهرات نعم. هذه الصورة التي وردت في تقريركم من مكتب ديالى. نعم. هل هي مستمرة؟ هل توقفت؟ هل أوصلت رسالتها إلى المسؤولين وانسحبت؟ أم أن الوضع مغاير؟ زميلي علي، طبعا التظاهرات بعد نقل رسالتهم أكدوا لنا بأنهم توقفوا عن التظاهر، لكنهم سيتواصلون بالمطالبة، وهذا حق مشروع للمواطن. هذه أبسط الحقوق الذي يطالب بها المواطن العراقي بشكل عام ومحافظة ديالى على وجه الخصوص، وهذا حق لا يستطيع أحد أن يركل هذا الشيء. طيب. وأكدوا وطالبوا بأنه نعم. طيب الآن تظاهروا ووصلوا إلى المسؤولين، هل كان هناك لهم يعني استقبال من المسؤولين، يعني وعود ربما، يعني استقبال لمناشداتهم ووعود بأنه سيتم حل هذه المشاكل أم ماذا؟ هناك وعود، لكن بعض المسؤولين أكدوا بأنه هذه الحالة هي عامة تقريبا، وأكدوا للمشاركون في المظاهرات بأنه مجرد هذه وعود منذ سنوات طويلة ولا يثقون بأن تحل مشكلتهم. واضح. ولهذا أكدوا لنا خلال لقائنا معهم أن نوصل رسالتهم إلى الجهات العليا في الحكومة الاتحادية وإلى شخص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي من أجل النظر في مشكلتهم، ونحن أكدنا لهم بأن هذه الرسالة ستوصل إلى الجهات العليا، وبعد ذلك سيكون لكل حادث إن شاء الله. شكرا لك شاكر الوندي، مراسل العراقية الإخبارية في ديالى، شكرا لك لكل هذه التفاصيل. استهدف حزب الله اللبناني آلية إسرائيلية بصاروخ جورنت في مزارع شبعة، وذكر مراسل العراقية الإخبارية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على خلية تابعة لحزب الله حاولت الدخول إلى فلسطين، مبينة أن عناصر من حزب الله أطلقوا صاروخ جورنت على دبابة إسرائيلية. وأشار مراسلنا إلى حدوث عملية تبادل لإطلاق النار استمرت بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعة. استنفار بين صفوف الجيش الإسرائيلي بعد إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار أثناء عبورها حدود لبنان الجنوبية.
لم تهدأ الجبهة الجنوبية على حدود لبنان وفلسطين المحتلة طيلة الأيام الماضية بسبب التصعيد الإسرائيلي وانتهاك السيادة اللبنانية براً وجواً. ووسط تكثيف الجيش الإسرائيلي تواجده على الحدود، سقطت طائرة إسرائيلية في منطقة عيترون جنوب لبنان عصر يوم الأحد في 26 من الشهر الجاري. ترافق ذلك مع تحرشات إسرائيلية في منطقة مزارع شبعة، إذ أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف دخانية من داخل المزارع التي تخضع تحت سيطرتها إلى المناطق التي تخضع تحت سيطرة لبنان في منطقة رويسات العلم. وسائل أعلام إسرائيلية ذكرت أن الطائرة سقطت أثناء قيامها بجمع المعلومات الاستخبارية فوق لبنان، وإسرائيل تؤكد عدم رغبتها في التصعيد، لكنها تعلن جهوزية الجيش في حال اقتضت الضرورة. لبنان وسوريا مسؤولان عن أي هجوم من أراضيهما ضد إسرائيل. لن ندع أمننا يتزعزع ولن نسمح بتهديد مواطنينا. إذن حالة من الاستنفار والترقب تهيمن على صفوف الجيش الإسرائيلي عبر تعزيزات عسكرية تظهرها الطرقات التي استحدثها الإسرائيليون في مزارع شبع المحتلة وتقييد الوصول إلى مناطق زراعية محددة. فماذا عن توعد حزب الله بالرد؟ وهل من ترقب لساعة صفر تعلن بداية الحرب من جديد؟ إذا نظرنا إلى التصريحات الإسرائيلية نرى أنها تشترط أي هجوم من حزب الله على إسرائيل لكي ترد ردا عنيفا، لا تهدد بالهجوم، والأمر مماثل في حزب الله إذ يهدد إسرائيل في حال هاجمت لبنان بأن الرد سيكون عنيفا. هناك توازن ردع بين الفريقين، وأمس نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد أن خلال الأشهر القليلة القادمة لا يوجد حرب واسعة النطاق. الخروقات الإسرائيلية المستمرة للجنوب وعموم لبنان لا تزال تشكل هاجسا للبنانيين على الرغم من التطمينات الأممية، وهي ما تضع اليوم الحكومة أمام اختبار جديد. العراقية الإخبارية ماريان زوين، بيروت. أفادت مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة هددت قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بفرض عقوبات عليه لمنعه استئناف تصدير النفط من ليبيا ومنعه إعادة فتح الحقول. وأضافت المصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت حفتر بأنه قد يواجه عقوبات لأنه يتصرف بطريقة سخيفة وخالية من التنازلات فيما يخص المنشآت النفطية شرقية ليبيا. بدوره اعتبر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أن جهاز استخبارات بلاده غير قواعد اللعبة في ليبيا وأسهم في وقف تقدم قوات خليفة حفتر. وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح مبنى جهاز الاستخبارات التركية الجديد بمدينة إسطنبول أن تركيا بدأت تأخذ مكانتها في المحافل كافة كقوة إقليمية وعالمية بفضل تعاظم تأثير الاستخبارات الخارجية. إذا ليبيا مسرح للتدخلات والمواجهة المباشرة بين الخصوم في داخل حدودها وخارجها، في حين تصر الأمم المتحدة وأطراف إقليمية ودولية على ضرورة تغليب الحوار والتواصل لحل سياسي. تتسارع التطورات العسكرية على الأراضي الليبية بعد التلويح بالتدخل الخارجي المباشر فيها، وأعلن مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أنه تم نشر قوات بحرية لحماية سواحل ليبيا من أي اختراق. في ذات الاتجاه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج على الحل السياسي للأزمة الليبية وسط حشود عسكري بمدينة سرت، فيما أرسلت تركيا طائرات F-16 إلى ليبيا وستعتمد بشدة على قوتها الجوية في العمليات عبر الحدود لدعم جيش المشير خليفة حفتر. أردوغان استقبل السراج وناقشا متابعة تنفيذ مذكرتي التفاهم الموقعة بين الجانبين بشأن التعاون الأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، كما شدد الطرفان على الحل السياسي في إطار قرارات الأمم المتحدة ومقررات مؤتمر برلين. وسط ترقب ما ستؤول إليه الأوضاع في الأزمة الليبية المتعددة الأطراف قد تؤدي إلى التهديد بالحرب لفتح قنوات الحوار للتوصل إلى اتفاق وقف النار وتسوية سياسية تؤدي إلى خفض حدة التوتر والاحترام المتبادل للمصالح على الأراضي الليبية. تيهان محمد، العراقية الإخبارية.
ردود أفعال متباينة بين الأحزاب التونسية بعد قرار الرئيس قيس سعيد تكليف وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الياس الفخفاخ، حيث رحبت عدة أحزاب بتكليف المشيشي مؤكدة أن الاختيار سيمكن البلاد من تجاوز الأزمة في حين كانت هناك مواقف رافضة للمكلف قائلة أنه عبء حقيقي على الانتقال الديمقراطي. أكلفكم بتشكيل الحكومة. حسم الرئيس خياره إذن، وزير الداخلية السابق هشام المشيشي مكلفا بتشكيل حكومة جديدة، تكليف وإن كان مفاجئا لعدة اعتبارات أهمها أن الرجل مستقل ومن خارج ترشيحات الأحزاب الكبرى، فقد لاقى ترحيبا وارتياحا. السيد هشام المشيشي عرفناه وزيرا مقتدرا، عرفناه جديا، عرفناه ماسكا بزمام عمله جيدا، وطنيته لا يمكن يشك فيها أحد، نظافة يده لا يمكن أن يطعن فيها، لذلك نتصور أنه قادر على تشكيل حكومة تواصل ما بدأناه مع حكومة الياس فخفاخ، وخاصة الوثيقة التعاقدية اللي التف حولها مجموعة من الأحزاب. وفي انتظار الموقف الرسمي لبقية الأحزاب من هذا التكليف، فمن الواضح أن اختيار المشيشي لخلافة الفخفاخ لن يكون خبرا سارا للجميع، وخاصة حركة النهضة التي عرضت بشدة تعيينه سابقا على رأس وزارة الداخلية. إذا كان هناك احتراز فسيكون أساسا من حركة النهضة، لأن مصلحتها تتعارض مع تعيين المشيشي. في ظل توجه مخالف يتوقع أن تكون فيه النهضة خارج الحكم، سوف لن تجد ما تقدمه من أعطيات ومن مناصب لتشتري به منصب رئيس على رأس مجلس نواب الشعب، ومن هنا يأتي إحساسه فأنت بالضرر من هذا التكليف. وإن كان مرشحا من قبل حركة سيادة الممثلة بالبرلمان بنائبين فقط، ينظر مراقبون إلى تكليف المشيشي على أنه محاولة من رئيس الجمهورية للسيطرة على الحكومة. مهلة دستورية بشهر واحد للمكلف بتشكيل الحكومة لتقديم فريقه الحكومي، في الأثناء كل الأنظار مشدودة إلى البرلمان المهدد بالحل في حال رفض منح الثقة لمرشح الرئيس. انتصار شلي، العراقية الإخبارية، تونس. أقر الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التشكيلة الكاملة لأعضاء حكومته مع تعيين 6 وزراء، كما ضمت الحكومة الفرنسية 5 أعضاء جدد بينهم وزيرة الدولة لشؤون الشباب ووزيرة الدولة للبرامج التعليمية ووزير الدولة لتطوير المناطق الريفية ووزيرة الدولة لشؤون التنوع البيولوجي ووزير الدولة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية والتضامنية. والمسؤولة وتضم الحكومة الفرنسية الجديدة بعد التعديل الأخير 43 عضوا. هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. متظاهر التحرير يشيعون شهداء الأمس في ساحة التحرير، والكاظمي يوجه بالتحقيق لكشف الملابسات. استمرار التظاهرات الشعبية المطالبة بتوفير الخدمات وتوجيهات بتجاوز أزمة الكهرباء. حزب الله ينفذ عملية عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعة، وأنباء عن قتلى وجرحى. هذا ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء. مشروع هو الأول من نوعه في العراق، شبكة الإعلام العراقية.
تطلق منصتها الأولى على مدار النيل سد بالباقة العراقية وحسب المعطيات أدناها. المدار نايل سات 7/8 درجة، التردد 12563، القطبية أفقي